الطريق المتعرج تبعثره الأحزان لطفل يحمل في قلبه الآهات والزفرات والأنين، دموع تسيل على الخدين، هزت الأرض وما فيها. طفل بات في كهوف هذه الحياة تائها لا يعرف السير يمنى أم يسرى. حكم عليه الدهر ليكون وحيدا طيلة حياته، لا وجود لأحد يسقيه حنانا ولا ليلبي احتياجاته. في ظلمة ذلك الليل وسكونه في غرفة عارية باردة لا يتقي فيها عادية البرد بدثار ولا نار، يشكو هما من هموم الحياة أو رزءا من أرزائها قبل أن يبلغ سن الهموم والأحزان، من حيث لا يجد بجانبه مواسيا ولا معينا. مرارة الكتمان التي أودت به إلى هاوية الحنين والاسترجال عن السكوت، ولكن متى؟ بعد نهاية المطاف شعور العزلة والعراء وعيون تثمن بالبكاء، ولكنها ورثت الكتمان حتى باتت تكتم الأولى تلو الأخرى إلى أن اجتمعت وتراكمت، مخافة لعدم إيجاد دبئا يتناول برودة الوحدة، شوقا لإيجاد من يلتهمه في حنية أحضانه. طفل يتيم تمزقت أشلاؤه على فقد أبويه، فيا بني البشر كن بلسما يمحو الأنين، وسعادة لطفل بات يعيش مشتاقا لمن يكفله. الحمد لله الحمد لله، هناك أكثر من 1200 يتيم ومحتاج تقوم مؤسسة عبد الفتاح لرعاية الأيتام والمساكين بكفالته، ومن بين أولئك الذين نقوم برعايتهم الكثير منهم أشخاص استصعبت عليهم الحياة، لهذا نعمل بجهد لمساعدتهم وربطهم بالجهات الراعية، ولكي نفعل ذلك نحتاج إلى الدعم المجتمع، لأن اليتيم شخص ليس لديه من يعتني به، وغدا في يوم القيامة يكون الشخص الذي يساعد اليتيم بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي ورد في الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار إلى سببته. ولذلك من هذا المنبر أدعو كل الإخوة الكرام بأن يعملوا على كفالة الأيتام حتى يكونوا من رفقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا يعلموا ألا منزلة تساوي منزلة مساعدة الأيتام والأرامل، لأنها تكون سببا في دخول الجنة والوقوف مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكم منا مر عليه يتيما ومر كأن لم يكن، وكم منا لامس شعره وابتسم في وجه يتيم وأصبح بمثابة نور يلامس القلب وحضن دافئ وملجأ وملاذا. نحن نقوم على رعاية الأيتام بأربعة طرق. الأولى هي تسهيل طريق تسجيل الأطفال في المدارس من خلال البحث عمن يكفل مدارسهم، والثاني هو أن نعمل على تلبية الاحتياجات الشهرية لأسر الأيتام، والثالث هو أننا نحاول تسهيل فرص العمل لهم. فعلى سبيل المثال أولئك الأمهات اللواتي يمكنهن إعالة أسرهن من خلال شراء ماكينات الغسيل والبطاطس والخياطة وأشياء أخرى حتى يبدأن العمل. ورابعا نقوم بشراء الأرض وبناء الأوقاف، ويكون ما يخرج من هذه العمائر التي تكون وقفا للأعمال الخيرية للأيتام يتم تغطية احتياجات ومصارف الأيتام من خلالها. وكذلك نقوم بتصميم مشاريع وقفية يمكن أن يكون لها عائد أو أرباح من أجل مساعدة الأيتام، ونقوم كل ما بوسعنا في هذا الصدد.